بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين. صح شي بدكم، ربي يتقبل وربي يوفقنا ويعاوننا. إخواني الكرام، ديما احنا في رمضان، ورمضان حدثونا كبرنا وأنه شهر نتعودوا فيه على الجوع باش نقاسموا الفقير والمسكين ألامه، لأنه هو جبيعان بطبيعته. ولذلك حتى اللي عنده يمتنع من الأكل والشرب باش يحس اش يحس الفقير والمسكين والجايع. وهذا كلام صحيح، صحيح، لأنه شتانا ما بين اللي يجوع وما بين اللي ياكل حتى لين تجيه التخمة. لكن نحب نقول أن احنا حتى لو كان رغبتنا باش نقاسم الفقير والمسكين آلام الجوع متاعو، في الحقيقة هذا ما يتحققش ديما، لأنه هو جيعان بالمنجد، تركينته فارغة، ما عندوش باش ياكل، ما عندوش باش يشرب، أو ناقص ماكلة وشراب، أو ناقص حاجيات، وما هوش عارف وقتاش باش تتسدد. هو عايش الآن جيعان، وفي ذهنه مستقبلا جيعان، عايش اليوم عريان وغدو عايش عريان. نفسه هي نفس من نساته الدنيا وإمكانياتها. أما أنت وأنا سيدي بابا، يعني بالمزد جواعة 18 ساعة ما كليناش وما شربناش، وخزرتش البيت المونة وشفت التركينة، قداش من طبقة عظم عند خويا، وقداش من قلة سمن، وقداش من عسل، وقداش من ديقة زيت، وقداش من ورقة متاع بريك، وقداش عندي لفتوس في النارية، وقداش مخازن بطاطا، وقداش عندي لحم في الفريجو، وقداش من حوتة شريتها. أنا جيعان 18 ساعة لكني شبعان في عقلي، في ذهني أنا ماكل وشارب. 18 ساعة يتعدوا بسرعة، ولو ساعات واحد منا يشغلوا أمر إما متأخير ولا لا قدر الله متاع حاجة أخرى، يقول نهار كامل ما كليت حتى شيء وما حسش بالجوع، لأنه مشغول بأمر، أنت مشغول بإرادتك عن الأكل والشرب، لكن ماكش تحس فيه، ماكش تحس بالجوع، ماكش خايف العاقبة. أنت عندك ما يعشيك ويعشي أربع عيل، وحاطط فوق طاولتك المالح والحلو، ربي يتم عليك ويزيدك. هو وقت اللي يجي الفطار ما يحط قدامه إلا القرقوش اليابس، والباهي فيهم يعملها شربة باش يعدي بيها القرقوش اليابس، زعما يستويان. اللي ممتنع الأكل وشرب ومخه معبي بالماكلة ومكتوبه معبي بالمال وما عندوش قلق وما عندوش تعب، والآخر الذي يهم الهم متاعه هو وجوده وكيانه. ولذلك إخوتي الكرام، نكونوا صادقين مع أنفسنا، صحيح احنا نحب نكونوا كالفقراء والمساكين باش نحسوا بيهم، لكن الإحساس ما يكتمل إلا إذا كان جعلته كيفك، إلا إذا كان مديت له يدك، إلا إذا كان أطعمت وسقيت ثم تذكرت بأن حاجياته حاجية إنسان مثلي ومثلك، احنا كيف كيف بشر. الزمان ساعات يفرق، القضاء والقدر يفرق، الابتلاء لنحنا باش الأمة تشعر بكيانها بوجودها بوحدتها، باش تشعر بوحدة المصير فيها، باش تشعر بأن أفرادها متضامنين. ورغم ما فماش قد التضامن الاجتماعي يحقق وحدة مصير الأمة، رمضان هي المناسبة اللي باش تجعلنا من خلال ما ندخله على أنفسنا من جوع ومن عطش، ليس إلا جوعا وعطشا مفتعلا، تجعلنا نحس بحاجيات أولئك الذين يعيشون تحت خط الكفاف وتحت خط الفقر، ويعيشون بشكل مسترسل في ذلك. احنا المطلوب منا سيادي الكرام باش نجعل من رمضان مناسبة لأن نحل مشاكل هؤلاء، حل مشاكلهم صحيح بالإطعام وبالشراب، لكن بشيء آخر نتحدث فيه مستقبلا. تحيتي إليكم، السلام عليكم، ربي يتقبل، وما تنساوش باش تدعيوا لبعضكم عند القيام في هذه الليلة المباركة.